التعليم والصحة، ويمكن ستة جاوبت على عدد كبير أيضا من الأسئلة الخاصة بهذا المحور بالأمس، ولاحظنا أنه في اهتمام كبير جدا بالتعليم الفني في مصر. دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يمكن بالأمس استعرض استراتيجية لتطوير التعليم الفني بالأمس والمدارس التكنولوجية التطبيقية. الأسئلة كانت عن سبب عدم الاهتمام بالتعليم مقارنة التعليم الفني مقارنة بمثيله من التعليم العام، مطالبات بزيادة رواتب أساتذة الجامعة، ودور الدولة في تحديد النسل. ويمكن كان هناك طلب أو مقترح، لماذا لا نجعل الحد الأقصى للأسرة المصرية طفلان لكل أسرة إجباري لمدة السنوات القادمة؟ طيب، يعني أنا شايف في ناس بتسقف قوي على موضوع القوانين. إحنا فعلا عملنا حاجات كتير جدا خلال 60 سنة اللي فاتوا أو 50 سنة اللي فاتوا، الهدف منها ان هي السيطره على النمو السكاني في مصر. وانا هكون صريح معاكم، دي كانت قضيه ايام الرئيس عبد الناصر، وقضيه ايام الرئيس السادات، وقضيه ايام الرئيس مبارك، وقضيه لغايه دلوقتي. اللي ما نفذناهوش ان احنا ما حبيناش نعمل اجراءات قانونيه او بقانون تحدد العدد وتفرض غرامات على الناس ولا حاجه من هذا القبيل، او تحرم الناس من امتيازات معينه او مميزات معينه الدوله بتقدر تديها للمواطنين. مثال، يعني كنا بنتكلم النهارده على الدكتوره هاله بتتكلم على لبن الاطفال، 6 شهور بتبقى العلبه ب5 جنيه وهي ثمنها تقريبا 46 جنيه. يعني ثمنها ما يجيش يعني يا دوبك 10% من ثمنها. طب ما هو بس هم المواطن اللي بيستخدم الكلام ده لاولاده للطفل الواحد بياخد له 6 علب ولا اكتر في الشهر. فلو زودناها مثلا وقلنا له لا هتدفع نص الثمن مثلا، وده مش هيحصل بس عشان ما حدش يفهمني غلط من اللي بيسمع. ف يبقى هتبقى مثلا بحوالي 25 جنيه. هيبقى عايز يجيب لبن اطفال للطفل ده في 6 في 25 ب 150 جنيه كتير. فاحنا ما جربناش ان احنا نحط قوانين لسيطره او لتنظيم. احنا مش عايزين نمنع، احنا عايزين تنظيم بس. وزي ما اتكلمنا في الموضوع ده مره قبل كده، قلت يعني ادوا لنفسكم فرصه سنه واثنين وثلاثه بين الطفل والتاني حتى تستطيع الام في ظل اللي احنا فيه ده كله، مش اللي احنا فيه يعني قد ايه الطفل محتاج رعايه خاصه قوي. طب ادي يعني في فرصه 3 4 سنين بين الطفل والطفل، واثنين كفايه وانتم مطلعين حاجه زي كده على النت، 2 كفايه. انا بس عايز اقول لكم، هو الموضوع مش بالتوعيه بس، والموضوع موجود مع المجتمع. وانتم بتقولوا لي ايه، طب ممكن نبقى في تحسن نشعر بيه؟ وانا برد عليكم، التحسن عندما يكون معدل النمو السكاني اللي هو 2.5 دلوقتي تقريبا في السنه، 2.5% يكون قدام منه معدل نمو في الناتج المحلي 7.5، تشعروا بفرق مش كده يا دكتوره؟ ولا 7.5 8 9 10. الصين قعدت اكتر من 30 سنه معدل النمو 12%، وده معدل غير مسبوق عشان الشعب الصيني بقى دلوقتي بعد 30 40 سنه يشعر ان في شكل من اشكال الرخاء. وبعدين كانوا حطوا قانون من 30 سنه برضو لطفل واحد، لما حتى كل الجيل بقى الجديد اللي هو بيتزوج دلوقتي يتعود ان هو يبقى لوحده، فلما جم قالوا لا خلاص نطلق الانجاب مره تانية، كانت الناس خلاص اتعودت على انها يعني هتجيب طفل او طفلين بالكتير. نرجع لقضيتنا احنا في مصر. الموضوع بيننا وبين بعض، يعني بين الدوله وبين شعبنا. انتم عايزين تشعروا بده، طب ازاي انت تقول النهارده يعني اسره جابت طفل واحد او طفلين اديهم تموين
وأسرة تانية جابت 6 أو 5 أو 4 حتى، أديهم نفس القيمة. طب ما أنا لو حرمتهم هيقولك طب إحنا ظروفنا صعبة. طب هو النهاردة برضو أنا بقول لكم كده على جنب، يعني هل معقول إنك أنت تبقى منتج وأنت بتاخد قرار الإنجاب تبقى يعني واخده أم كانت أو أب إنه يعني يدوبك هيأكل، يعني يدوبك هيأكل؟ طب ما هتوديه مدرسة إزاي؟ ما هتراعيه إزاي؟ طب هتقعد تتكلم معاه عشان ما يروحش منك وحد ياخده منك لأي أي اتجاه شرير، أي حاجة يعني، مش إرهاب بس، لا أي حاجة تانية. فين الرعاية اللي هتقدر تقدمها له لما يكون عندك 4 و5 في ظل كان ممكن الكلام ده من 50 سنة ما كانش فيه عوامل بتتدخل في الأسرة زي دلوقتي. دلوقتي الطفل الصغير اللي عنده 2 سنين ماسك التليفون وقاعد بيعمل كده، فالتليفون بياخده مننا. أنا عايز رعاية أكتر. على كل حال خلينا أقول القانون هذا الأمر هو محل اهتمام شديد، وكل حاجة بتاخد وقتها في الوقت المناسب ليها. ودلوقتي احنا بننطلق يعني لحل لمسائل كانت احنا كنا سبناها على جنب شوية علشان الظروف ما كانتش تسمح ان احنا نطلع كل القضايا مرة واحدة ونتصدى لها، ما ينفعش. فقضية قضية بنخش فيها ونتكلم فيها. الموضوع ده محتاج حوار مجتمعي ومحتاج وعي ومحتاج أفكار عشان لما نيجي نعمله يحقق النتيجة، لأن ده بياخد مدى زمني طويل عقبال ما نشعر بنتائجه.